فحكومة سوف تعمل لإنجاح هذا المشروع الملكي الكبير اللي هو زعما قليل الدول اللي يعني في العالم اللي مشات في هذا التوجه ديال التغطية الشاملة للمواطنين، وهذا يعني كيشرفنا وكيشرفنا كيشرف صاحب جلالة على العمل ديالو على يعني الحب ديالو للمواطنين. وحنا غادي نمشيو ان شاء الله في الشهور المقبلة لتنزيل، لانه اهم حاجة هو يكون التنزيل الصحيح ديال هذا البرنامج يعني في المستقبل، اللي كنطلبوا انه تكون إعانة ديال جميع المكونات ديال المجتمع، ولكن الحكومة غادي تقوم بداك الشيء اللي غادي تقدر عليه في المستقبل. ومن بعد أجندة غادي يمشي حتى 2025، وغادي ندخلوا بدي ميزيو أخرى إن شاء الله. اليوم تكلمت على يعني الرعاية الصحية وعلى لو بروغرام ديال لايمون إن شاء الله كي سوغا جينيراليزي لا ريفورم ديال لا سونتي، مي غادي يكونوا دوطخ شونتيي اللي غادي تجي مناسبة أخرى باش نتكلم عليكم. سمحوا لي بغيت ناخذ من أختكم باش نقول لكم التجربة ديالنا بأنه نواكب بجدية داخل الحكومة مشروع صاحب جلالة. شكرا لكم.